ولقد تحدى صلاح سليم حميده لإجراء مباراة بين الاثنين، ولكن ضربة حميد الغواصة التي لم تكتمل بعد لم تفلح إلا في تسجيل هدف واحد ضد شاكر حارس المرمى. أما سليم فقد تمكن من تسجيل هدفين ضد دبوس حارس فريق حميدو. وقد أثبتت هذه المباراة أن حميدو لم يستطع بعد أن يحدد تماما مسار الكرة وأن يسيطر عليها تماما، وهكذا هزم حميدو في هذه المنافسة. ولكن منافسيه تأكدوا أنه سيكون لحميدو شأن كبير في المستقبل. عنوان هذه الحلقة الرمية الجديدة. فريق مدرسة المشرق العليا يغادر للمشاركة ببرنامج الألعاب الوطنية للمدارس العليا. هذا صحيح؟ نحن نعتمد عليك يا سليم. يعتمدون على سليم؟ آه منك. أتسأل إن كانت ساعتي مخطئة؟ فليسرع. ها؟ ماذا؟ بقيت نصف ساعة للمدرسة. صحيح، كان علي أن أتواجد هنا قبل الوقت. ها؟ لماذا لم تخبرنا؟ كان هدف حميدو أن يزيد من سيطرته ومن دقته في تسديد ضرباته الغواصة، وهذا يتطلب تغيير المسافة وتغيير الأوضاع والقدرة على التسديد بدقة من أي زاوية. سيطرة! سيطرة! هذا سريع. على كل، إذا نمت أثناء الحصة فستفقد حقك في لعب الكرة. جيد، هذا هو الاتجاه. اجعلها تبدو وكأنها ذاهبة فوق المرمى، وإذا سقطت بحدة فلن يتمكن حارس المرمى من الإمساك بها. جيد، لنجرب ثانية. حسنا. أسوأ من عدم ضرب الكرة بالمرة، إذ يستطيع حارس المرمى الإمساك بالكرة بسهولة وتعطي الفريق الآخر فرصة للهجوم. أفهمت؟ نعم. حميدو! آه يا
إلى أين أنت ذاهب؟ ها؟ طريق المشرق؟ نحن سنحاول جهدنا للحصول على النتائج المشرفة وعلى المجد الذي رسخه من سبقونا. من الصعب السيطرة على كرة مستقيمة، والأمر أصعب مع كرة منحرفة. جيد، هكذا. سيد مختار، مرحبا. بالمناسبة تلميذك حميد، هل فعل شيئا؟ ظهر أمامي فجأة وسألني كيف يتمكن من السيطرة. أخبرته أن السيطرة ليست بالرزق وحده. أنا أدرب رماتي للقذف بحركة الجسم، ولعمل ذلك أجعلهم يقذفون مع الاندفاع. لا أعلم كيف تلقى نصيحتي، لكنه كان في منتهى الجدية. أحقا؟ أفعل ذلك؟ أعني بذلك إذا استطعنا السيطرة بقذفها من أعلى الجسم، فسنحصل على سيطرة كاملة عند قذفها مع اندفاع الجسم كله. لكن هنالك فرق بين كرة القدم والبيسبول. في كرة القدم لا توجد هناك مسافة محددة لقذف الكرة كما هو بالنسبة لرامي البيسبول. نحن أحرار في أن نسدد من أي مسافة، الأمر عائد للاعب. ولنتمكن من التسديد الدقيق يجب أن نقترب أقصى ما نستطيع، وكلما اقتربنا كان ذلك أفضل. أولا لاكتساب السيطرة من قرب المرمى، ثم تزيد المسافة تدريجيا. والمشكلة هي أن تتمكن من التسديد بدقة من أبعد مسافة ممكنة عن المرمى. والآن you
الدوري التمهيدي، فريق المشرق يفوز في المباراة الأولى. 5 أهداف سجلها سليم بضربته الصاروخية. ضربة صاروخية. آه منه. حميدو جرب ثانية. حاضر. جيد، الآن سدد على هذا الجرس. نجحت، ضربتك الغواصة تحت السيطرة. دبوس. نعم سيدي. اتخذ وضعا وحاول ان تصد ضربة حميدو. حاضر. حسن، هيا خذ هذه. انا متأكد انها انحرفت. دبوس عرف بأن الكرة ستسقط، أما أمام حارس آخر فإنها هدف. هذا ليس عذرا، إن سيطرتك أفضل، لكنك فقدت بعض سرعتك. حسنا. دبوس مرة أخرى. حاضر. حسنا، سأتأكد منك. عندما تتوفر السرعة تنعدم السيطرة. ضربة حميد الغواصة تواجه عائقا كبيرا. بالنسبة لك أرجوك علمني. ليس لدي ما أعلمك إياه. حميدة أرجوك. لماذا لا تدعني وشأني؟ هاي هاي انتظر. أوه. ماذا حدث لك؟ لا شيء. هل أنت متأكد بأنك بخير؟ نعم، مجرد التواء. هل أنت بخير؟ علي أن أبتعد عنك، أليس كذلك؟ لا بأس الآن، كانت غلطتي. حميدو. نعم. تسليم. نعم. حسن. ماذا جرى لك يا حميدو؟ هل آذيت نفسك بلعب الكرة؟ لا، لم أتأذى. ها، انظري. لا بأس إذا. إلى السيد خميس في الشارع الثالث. حاضر. لا تجعل كرة القدم مبررا. أنا لا أحب الأعذار. أعتقد بأنني أحذو حذوك.
في مباراة اليوم الفريق الذي عقدت عليه الآمال فريق مدرسة المشرق العليا خسر خسارة مفجعة. ها؟ خسر المشرق؟ هزمت مدرسة المشرق في المباراة الثانية من لقاء البطولة. لم تنجح ضربة سليم الصاروخية إذن. حميدو. نعم. هذا شيء جيد. هذه الهزيمة درس كبير. كان فريق المشرق معتدا بنفسه. إنهم سيقررون البدء ثانية من البداية. سيكونون مختلفين عما كانوا عليه. حميدو، آمل أنك مستعد. نعم. هيا. حميدو، أنت تقترب كثيرا. هيا بنا. حسنا، ابدأ. ماذا حدث؟ حميدو، أنا بخير. هيا بنا. حسنا. حميدو، انظر، لقد تمزقت كليا. رائع، تماما كضربة سليم. يا القوة يا حميدو. لا تنسى الشعور بتلك الضربة، يجب ان تجيدها. لكن لا اتذكر اي شيء. حميدو، لقد اذيت قدمك. نعم، هكذا اذا. حتى الان كنت منهمكا جدا بضرب الكرة، ولكن الان وانت تترنح نسيت كل ذلك، وهذا ما حدث. ودبوس، بدلا من الاعتماد كليا على قدمك سددت معتمدا على كامل ثقة لجسمك. حسن، جرب ثانية. حاضر. عميدو، اغمض عينيك، حاول ان تتذكر الضربة. لا تحاول الضربة بقدمك بل بكل جسدك. تذكر ان تضرب بكامل جسمك. حسن. هيا. ها؟ لقد فعلتها، لقد نجحت، لقد فعلتها. خسرت نقطة وها أنت ترقص من الفرح. رائع، رائع. اجتهد قدر ما تستطيع، ولكن عليك ان تتذكر ان الضربة الغواصة لم تكن مكتملة. في المباراة الحقيقية لن يدعك الخصم تستخدمها بسهولة، والى ان تسجل هدفا حقيقيا بهذه الضربة فلن اعترف بها. لكني اعترف انك حققت تقدما كبيرا باتجاه الكمال. مرحبا. كان الامر سيئا للغاية، لكن لا بأس، هذه ليست الفرصة الاخيرة. سيكون هنالك مباريات اخرى. لقد لعبت بكل جهدك. ماذا تعني خسارة واحدة؟ انتم معتادون على الخسارة، لكن الامر يختلف بالنسبة لنا. لن تفهموا حقيقة مشاعرنا. عينان حادتان كعيني سليم، وكلماته القاسية المريرة تسببت في إيلام حميدو. أنتم معتادون على الخسارة، لكن الأمر يختلف بالنسبة لنا. لقد شعر حميدو بإرادة وروح معنوية جديدة للصراع.